انا بعمل ايه في اول السكشن؟ انا ببدا جزء ريفيجن، ببدا اقول لك الجزء اللي فات اللي احنا شرحناه كان عباره عن ايه. الجزء اللي فات يا باشمهندس كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن شابتر جديد اللي هو شابتر 3 اللي هو الايه؟ السبيسيفيك فورس، صح؟ قلنا يا باشمهندس ان السبيسيفيك فورس دي كانت بتساوي ايه زائد ايه؟ ايوه كانت عباره عن الايه؟ الرو، صح؟ في الكيو في الفيلوستي، صح كده؟ زائد الجاما في الاريا في الاتش بار، صح كده مش صح؟ باشمهندس انا مش متعود على الفورمولا دي، لا انا عاوز الجاما الاولانيه اهي يا عم، جاما في الاريا في الاتش بار زائد الرو في الكيو في الفيلوستي. وقلنا يا باشمهندس انا ممكن اشيل الفيلوستي دي واحط كيو على اريا، وممكن اشيل الرو دي واحط جاما على ايه؟ على جي. فبناء عليها يا باشمهندس بقت جاما في الاريا في الاتش بار زائد جاما في الكيو سكوير على الجي في الاريا، صح ولا مش صح؟ وبكده يا باشمهندس عرفنا ان السبيسيفيك فورس هو عباره عن تو فورسز عندي، الهيدروستاتيك بريشر فورس، وعندي الفورس الثانيه نتيجه الايه؟ المومنتم بتاعي. طيب قلت لك يا باشمهندس تعالى ناخد الاريا في الاتش بار لوحدها هنا ونلعب على حاله الترابيزويدال. قلت لك يا باشمهندس الاريا في الاتش بار في حاله الترابيزويدال كانت بتساوي حاجه زائد حاجه، ها؟ ايوه هي دي، البي في الواي سكوير اوفر 2 بلس بالظبط تي واي كيوب اوفر 3. وبكده يا باشمهندس انا جبت الحته دي كلها في حاله الترابيزويدال. طب لو انا عاوزها في حاله الريكتانجولار عادي هتحط مين بزيرو؟ التي. لو انا عاوزها في حاله التريانجولار عادي هتحط البي بزيرو، وتبدا تعوض عندك. طيب باشمهندس الابلكيشن الاولاني اللي بدات اتكلم عليه هو الهيدروليك جامب. قلت لك يا باشمهندس الهيدروليك جامب ده بيتكون نتيجه ان الفلو بتاعك ماشي بايه؟ سوبر ولا صب؟ سوبر، وبدا يتحول للايه؟ للسب كريتيكال. فبتبدا تنتج فورمولا اسمها الهيدروليك جامب نتيجه الايه؟ انا عندي والله الواي واحد دي عند السوبر كريتيكال فلو اهي سوبر كريتيكال، انما الواي 2 سبحان الله عند السوبر كريتيكال ايه؟ سوري عند السب كريتيكال فلو. طيب بعد كده قلت لك يا باشمهندس انت عندك جنرال ايكويشنز بتبدا تطبقها في الهيدروليك جامب، صح مش صح؟ ايه الجنرال ايكويشنز؟ اللي هي مالهاش علاقه ولا بريكتانجولر ولا بفيري وايد. كانت بالظبط كانت ايه بقى؟ اللي هي يا باشمهندس كانت السبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اثنين اهي، وكانت ان السبيسيفيك انرجي واحد بتساوي سبيسيفيك انرجي اثنين زائد هيد لوسز شويه كده، صح ولا مش صح؟ في مشكله يا جماعه؟ طيب الواي واحد والواي اثنين اللي عندهم نفس السبيسيفيك فورس كنا بنقول لهم ان هم ايه؟ حاجه ديبسز، ايه؟ كونجيجيت ديبسز، صح كده؟ يعني واي واحد والواي اتنين يا باشمهندس هم عباره عن كونجيجيت ديبسز اهي، ده لو هم عندهم نفس السبيسيفيك فورس. لو عندهم نفس السبيسيفيك انرجي فقلنا ان هم الترناتيف ديبسز. طيب باشمهندس جيت قلت لك ان انا عندي شويه ايكويشنز بتبدا تطبقها بشكل دايركت عن طريق لو عندك ريكتانجولر او لو عندك فيري وايد كروس سكشن. قلت لك ان الاثنين في الكيو سكوير على الجي بتساوي واي واحد زائد واي اتنين في واي واحد واي اتنين، وقلت لك انت تقدر تجيب الواي واحد بدلاله الواي اتنين او الواي اتنين بدلاله الواي واحد، صح ولا مش صح؟ ديت هتبقى هنا اتنين وتحتيها ايه؟ واحد. حد فاكر الفورمولا دي؟ طب حد ذاكر الشابتر؟ بجد والله ذاكرت الشابتر؟ انت الوحيد اللي ذاكرته؟ ماشي. طيب قلت لك يا باشمهندس دي انا جبت الواي واحد والواي اتنين. طيب لو انت عاوز تجيب، ركز معايا، عاوز تجيب الهيد بتاع الهيدروليك جامب، قلت لك هو عباره عن ايه؟ واي 2 ناقص واي 1، صح كده؟ اهي واي 2 ناقص واي 1. طب لو انا عاوز اجيب الهيد لوسز نتيجه انتقال الفلو من السبيسيفيك انرجي 1 للسبيسيفيك انرجي 2، الفورمولا دي واي 2 ناقص واي 1 اس 3 على 4 واي 1 واي 2. طيب لو انت عاوز اللينس بتاع الهيدروليك جامب، يعني الهيدروليك جامب بتاعك اتعمل له ستريتش قد ايه؟ كانت بتساوي ايه؟ ايه؟ ما ذاكرتش؟ وقفت عند دي؟ كان بيساوي حاجة امبيريكال، فاكر؟ أيوة، في الإيه بقى؟ في الواي 2 ناقص واي 1، صح ولا مش صح؟ قال لك يا باشمهندس من الآخر ال ال دي هي عبارة عن إيه؟ قال لك كانت عبارة عن معادلة امبيريكال، وما تقلقش هيديها لك في الامتحان، تمام؟ طيب بعد ما عملت ريفيجن على الجزء اللي فات يا باشمهندس هبدأ أزود معاك جزء جديد وأحل مثالين. الجزء الجديد بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله يا باشمهندس عندك هيدروليك جامب حصلت. الهيدروليك جامب دي يا باشمهندس رحت رميت بلوك في النص، رميت ايه؟ بلوك خرساني. البلوك الخرساني ده يا باشمهندس هيأثر على الفلو ازاي؟
الفلو بتاعك ماشي كده، البلوك الخرساني هيعمل ريزيستنس في الاتجاه العكسي صح، فهيعمل ريزيستنس او رياكشن في الاتجاه العكسي. بيجي بقى في الامتحان يقول لك ايه، هات لي الرياكشن ده بكام. بس حد عارف ازاي؟ ايه لا تاخد مومنت، لا لا حط الكمامه تاني خليك بالله عليك. ايه لا هي مش حته، هي مش استراكشر باشمهندس. هو انا مش لان انا جيت طبقت المومنتوم عندي كده، كنت باخد دي كده كنترول فوليوم، كان عندك سبيسيفيك فورس يمين وكان عندك سبيسيفيك فورس ايه شمال صح كده. كنت ممكن تقول ايه في الحاله دي يا باشمهندس، كنت انت عندك ان السبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اتنين. الفكره كلها بس ان سبيسيفيك فورس اتنين اللي هي في الاتجاه ده زاد عليها مين الار بس كده، ده الاختلاف الوحيد. فانت يا باشمهندس لو عايز تجيب الرياكشن بتاع الار سي بلوكس كل اللي انت هتعمله سبيسيفيك فورس واحد ناقص سبيسيفيك فورس اتنين. طب بتعرف تجيب السبيسيفيك فورس؟ اه عن طريق الايكويشن دي والموضوع خلص وهكذا. في مشكله؟ طب تعال نطبق على المعلومات اللي في دماغك. اكزامبل رقم 4 ايه هو؟ السبيسيفيك فورس على نفس اللاين. اه لا استنى، انت عايز تاخد مومنت، نفسك تاخد مومنت صح؟ مش على نفس اللاين. ليه؟ عشان هنا في مثلث بالشكل ده وهنا في مثلث بالشكل ده، فده تلت المثلث ده وده تلت المثلث ده. ايه؟ مش هتيجي في اعتبارنا المومنت، مش هتيجي مومنت على الميه. انت فاهم؟ تاني انت عايز تاخد مومنت ليه؟ يعني انت عايز تاخد او فين الاول؟ في اي حته لازم تاخد معينه. طب هو انت كنت بتاخد مومنت اصلا في حالات ايه؟ يعني كان عندك اليمنت حلو اتزان، ما عنديش مشكله في الاتزان، هو كده في اتزان، بس كان لازم يبقى عندي ستراكشر اليمنت عشان اطبق عليه المومنت مش فلويد. كنترول فوليوم طبقت عليه المومنتم ايكويشن او برنولي ايكويشن، كنترول فوليوم في حاله الفلويدز. انما هل انت عمرك قلت ان سيجما المومنت بتساوي زيرو في ميه؟ انت قلتها في ستراكشر جوه ميه بس ما قلتهاش في ميه صح كده؟ طيب تعالى يا باشمهندس دلوقتي انا عندي ريكتانجولر كروس سيكشن العرض بتاعه 12 متر، حصل هيدروليك جامب من 1.2 يعني دي الواي 1 ل 2.6 دي الواي 2. بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لي هات لي الفلو بكام؟ الفلو هي كيو، فيو هي كيو، بس هي معادله هي يا باشمهندس. ما انا معايا واي 1 ومعايا واي 2 هطبق في المعادله دي. المعادله بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله الاثنين في الكيو سكوير على الجي بتساوي واي 1 بلس واي 2، كل الكلام ده في الواي 1 واي 2. عوض يا باشمهندس الواي 1 ب 1.2، الواي 2 ب 2.6، 1.2 2.6 9.81. من هنا يا باشمهندس تجيب الايه؟ الكيو تطلع بكام؟ تطلع عندك الكيو بتساوي 7.626 بروز. انت كده ما جبتش الفلو. الفلو اللي هو طالبها هي الكيو كابيتال، الكيو سمول دي هي اسمها الفلو بير يونت ويتس. فهضربها في ايه؟ في البي، يعني انا هجيب الكيو كابيتال يا باشمهندس هو مديني البي اللي هي الكيو في البي. بس كده هتطلع بكام؟ الله ينور عليك 91.5 متر كيوب بير سكند. حلو قوي، دي ما فيهاش مشكله ودي عبيطه تعويض مباشر. التاني بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك باشمهندس انت جيت رميت بلوك هنا خرسانه تمام كده، البلوك الخرسانه ده اثر على الواي 2 خلاها بدل 2.6 نزلت لحد مين؟ 2 متر. هات لي الرياكشن بتاع البلوك ده. بقيت تاخد وقت على الاستيعاب بس عشان ايه الصيام انا عارف، بس انا عندي يا باشمهندس عادي سبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اتنين زائد الار. حلو جدا. سبيسيفيك فورس واحد يا باشمهندس هي عباره عن الجاما في الاريا في الاتش بار زائد الجاما في الكيو سكوير على الجي في الاريا، كل الكلام ده بيساوي نفس الكلام هنا بس بدل وحايد تبقى اتنينات اهي على الجي في الاريا، كل الكلام ده زائد الار. لا لا هو قايل لك مش ليه، هو قايل ان الواي 2 قلب بقت ب 2 متر نتيجه ان انت حطيت البلوك بتاعك. ايه نتيجه البلوك الواي قلب؟ ما اكيد السبيسيفيك فورس قلت فالواي بتاعتها هتقل. مش انت عندك السبيسيفيك فورس واحد كان بيساوي 2، فجأة يا جدع بقت سبيسيفيك فورس 2 زائد الار بقى بيساوي سبيسيفيك فورس واحد، فالسبيسيفيك فورس 2 قلت هتقل نتيجه ايه؟ الواي هتقل. تمام؟ طيب عوض يا باشمهندس الجمعه عندك هتعوضها بكام؟
على حسب انت لو عاوز الارض طن هعوضها بواحد. في الاريا في الاتش بار في حاله الريكتانجولار كروس سكشن تبقى بتساوي ايه؟ البي واي سكوير على الاثنين. البي بكام؟ ب 12. في الواي واحد ب 1.2 سكوير على الاثنين. كل الكلام ده زائد واحد في ال 91.5 سكوير على 9.81 في الاريا بتاعتك اللي هي كام؟ 12 في الواي واحد. كل الكلام ده برضو بيساوي الناحيه الثانيه عند الواي باتنين. تقدر من خلالها تجيب الايه؟ الار. هتطلع بيه 8.35 طن بروز. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ حد فاهم الهبل ده؟ وانس انا معايا واي واحد وواي اتنين قدرت اجيب السبيسيفيك فورس، جبت اجيب الار، جبت اجيب اللي انا عاوزه. في مشكله؟ طيب اكزامبل رقم 10 بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي يا باشمهندس انت عندك سبيل واي. يعني ايه كلمه سبيل واي يا جماعه؟ بص من الاول عندك سد، السد ده في حاجه اسمها سبيل واي، فتحه في السد. لو الليفل بتاعك عدى الفتحه دي بيبدا ينزل من الايه؟ من السبيل واي. اهي ده سد وجواه هنا اعتبر ان في فتحه. لو الليفل بتاعك عدى الليفل بتاع السبيل واي هينزل من الايه؟ هينزل من السد، هيروح للداون ستريم. تمام. قال لك والله يا باشمهندس ان الفلو بتاعك في الاب ستريم كان عند ليفل 70، نزل من السبيل واي، عمل هيدروليك جامب، وصل لليفل 30. فانت عندك هنا يا باشمهندس كام واي؟ عندي واي واحد اهي، واي اتنين، وعندي الواي بتاعت الاب ستريم. ومديني بيقول لك ان الكيو بتاعتك 300 متر مكعب في الثانيه. انت 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 متخيل الرقم؟ وده رقم عادي على فكره في حاله السدود. تمام. وقال لك ان السبيل واي ويتس، ان الويتس بتاع السبيل واي 12 متر الويتس بتاعه. يعني ممكن تقسم دي على دي تجيب مين؟ الكيو سمول اللي هي بتساوي 300 على 12. حلو. عاوز ايه؟ قال لك انا عاوز البيزك انفرت ليفل. انا عاوز البيزك انفرت ليفل، عاوز الليفل عند النقطه دي. بيساوي كام؟ ايه؟ مش الواي واحد، انا عاوز الليفل بقى اللي هو بتاع البيد من تحت. ما هنا الليفل بتاع المايه 70 وهنا 30. فوانس ان انا لو جبت ليفل 30 طرحته من الواي 2 جبت الليفل اللي هنا. حد فاهم حاجه؟ اه تمام. حلو، خليك صريح مش عيب. الفكره ان ليه مش ثابت اصلا؟ يعني ليه مش المفروض ان البيز كله ثابت؟ اه كله ثابت. ايوه ليه انا مش عارف مش ثابت دلوقتي الليفل بتاعي؟ ما انا مش عارفه بقى، احنا عايزين نعرفه. حاسب ده الدراما ده الزيرو. لا 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 اديته ما هو يا عم عادي. براحتي. اديتهم تحت تحت الجراوند عادي. تاني يا جماعه هو الجراوند ليفل بتاعك اللي في الارض دوت يبعد عن سطح الميه ليفل معين، صح؟ الديتم بتاعك على المستوى بتاعنا كلها هو سطح الميه، صح كده؟ قال لك لا، الديتم بتاعك دوت الليفل بتاع الميه فوق الديتم مش اكتر. من الاخر انا عاوز الليفل، فانا من الاخر عايز اجيب ال 30 اطرح منها الواي 2. شكرا. فمحتاج اجيب الارتفاعات واي 1 واي 2 الواي بتاعت الاب ستريم. اجيبهم ازاي؟ قلت له فاهم اللي بيتفرج على الفيديو ده بي الايه؟ اه ده بتاع ايه اصلا؟ قلت لك ده بتاع الليفل، النقطه بتاعت الليفل دي. اقول لك حاجه فكك من اللي هو طالبه، انا عاوز واي واحد واي اثنين واي اب ستريم. دي فيها مشكله؟ لا. طيب ايه رايك يا باشمهندس لو انا قلت اني هنا عندي ثلاث نقط. ايه رايك لو قلت ان الواي واحد والواي اثنين هما تو كونجيجيت ديبسز اقدر اطبق فيهم الايكويشن دي ومعاه الكيو، فجبت واحده بدايات الثانيه، صح ولا مش صح؟ اعملها. نجيب اي ايكويشن بس اهو، انا عندي الواي واحد بتساوي الواي اثنين على الاثنين في سالب واحد زائد روت واحد زائد 8 الكيو سكوير على الجي في الواي اثنين كيوب. اهي والله يا باشمهندس انت عندك الكيو 300 على 12 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 25 اهي. شيل دي وحط 25 وشيل دي وحط 9.81. فبقى عندك ايكويشن ما بين الواي 1 والواي 2. الايكويشن دي يا باشمهندس هتسيبها كده زي ما هي اهي. الواي 1 بتساوي الواي 2 على 2 في سالب 1 زائد جذر 1 زائد 8 في ال 25 سكوير
على التسعة بوينت تمانية واحد في الواي اتنين أس تلاتة. ادي اول ايكويشن. طيب اجيب تاني ايكويشن منين؟ دي دي مش هعمل بيها اي حاجة لان انا جبت علاقة بين واي واحد وواي اتنين خلاص. ايه تاني؟ ما بين واحد وثلاثة الفرق ما بينهم جبت الايه؟ جبت السبيسيفيك انرجي. وبعدين يا جماعة انا تبقى عارف حاجة بس يا باشمهندس، والله العظيم كل الايكويشنز اللي طالعة هنا يا جماعة بتعبر عن فورمولا واحدة استخدمتها، فانت الفورمولا دي هي هي دي هي هي دي هي هي دي كلهم زي بعض. ايه هم دول؟ لا طب ما ايه رايك لو قلنا الواي بتاعه الاب ستريم والواي 2؟ ايه رايك يا باشمهندس لو طبقت برنولي ما بين الواي بتاعه الاب ستريم والواي 2؟ تعرف تطبق برنولي ازاي بقى؟ قول لي اطبق برنولي ازاي عند سيكشن واحد. انت كده كده عارف ان السبيسيفيك انرجي 1 بتساوي سبيسيفيك انرجي 2 زائد هيد لوسز، صح؟ ما بين نقطه 1 وما بين نقطه 2 دي. طيب عند نقطه 1 السبيسيفيك انرجي بتساوي ايه؟ اتكلم معايا. الواي بتاعت الاب ستريم زائد الكيو سكوير على ال 2 جي في الاريا سكوير، صح كده؟ طيب كل الكلام ده بيساوي الواي بتاعت مين؟ واي 2 اهي زائد الكيو سكوير على ال 2 جي في الاريا 2 سكوير زائد الهيد لوسز. بقى الهيد لوسز دي نتيجه ايه؟ بالظبط الهيد لوس نتيجه الهيدروليك جامب اهي، تروح معوض بيها دايركت بالقانون ده. حد فاهم حاجه؟ تاني يا جماعه انت المايه انتقلت، نقطه المايه بتاعتك ماشيه كده 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 كده، كل ده بالنسبه لك بتنجلكت اللوسز، انت بس حطيت في دماغك اللوسز نتيجه الهيدروليك جامب لان انت خدتها عندك اللي هي القيمه دي، فهاخدها كده زي ما هي واحطها هنا اللي هي واي 2 ناقص واي 1 اس 3 على 4 واي 1 واي 2. طب هسألك سؤال، فاكر يا باشمهندس في برنولي لما كان بيبقى عندك تانك كبير جدا وبتجيب النقطة من فوق بتقول إن الفلوستي بتعمل فيها إيه؟ بتنجلكت الفلوستي، صح؟ نتيجة إن الأريا إيه؟ كبيرة. نجلكت دي مش دي عبارة عن في سكوير على 2 جي؟ نجلكت الفلوستي. بقى عندك الواي بتاعت الأب ستريم، بقى عندي واي 2، بقى عندي واي 1. طب ايه رايك لو قلت لك ان الواي بتاعه الاب ستريم ناقص الواي 2، الواي بتاعه الاب ستريم ناقص الواي 2 هو 70 ناقص 30، صح مش صح؟ يعني ممكن اشيل دي واشيل دي وتبقى 70 ناقص 30 هي 40 بتساوي الكيو سكوير على ال 2 جي في الاريا 2 سكوير، كل الكلام ده زائد الواي 2 ناقص الواي 1 كيوب اوفر 4 واي 1 واي 2. الكيو معاك ما فيهاش مشكلة. الاريا معاك؟ بكام؟ الاريا بتاعت اتنين، الاريا هنا، مش الاريا دي يا باشمهندس هي عبارة عن الواي في البي؟ هل أنت معاك البي؟ ومعاك الواي؟ لا بس معايا البي. يعني ممكن أشيل دي كده بس وتحط البي بتاعتك بكام؟ ب 12، يبقى 12 في الواي 2 سكوير. فبقى عندك ايه؟ بقى عندك ايكويشن يا باشمهندس في الواي 1 والواي ايه؟ والواي 2، تو ايكويشنز تو انونز تبدا تحل. وهنا مش هتعرف تحل الا بتراي اند ايرور. يعني بتجرب قيمه الواي 1 وتطلع قيمه الواي 2 وتشوف القيمه دي هتطلع هنا هي هي ولا لا؟ ما طلعتش هي هي ترجع تجرب تاني وهكذا. طبعا الامتحان عندك لو ام سي كيو مش هينفع الكلام دوت. صح؟ فهو في الغالب ممكن يديك مثلا واي من الواين يقول لك هات هات لي الثانيه. بس حد فاهم حاجه؟ طيب بعد ما جبت الواي 2 يا باشمهندس انا هجيب احط لك الايكويشنز. الواي 1 بتساوي 0.786 والواي 2 بتساوي 12.34. بعد ما جبت الواي 2 مش هقدر اقول يا باشمهندس ان الانفرت ليفل ده بيساوي 30 ناقص الواي 2، يعني 30 ناقص 12.34. شكرا. حد فاهم حاجه؟ طب هسالك سؤال.
رقم صغير جدا. ما هي ما انت الفلو بص عشان تبقى عارف حاجه برضه عشان تبقى في دماغك، في السدود بتلاقي ان الفلو بتاعك كبير جدا، فنتيجه ان الفلو كبير جدا بينزل نازله بتلاقي ان الوقت بتاعته صغير الاوانيه قبل ما يطلع، فمنطقي جدا 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 جدا. وهتلاقي كمان الهيدروليك جامب دي اللينس بتاعها مشدود جدا، يعني هتلاقي 5 في الواي 2 ناقص الواي 1 يعني تقريبا 5 في 11 ب 55 متر. الهيدروليك جامب عامله 55 متر في الايه في الاوبن شانل بتاعتها، فالرقم كبير. في بنت سالت سؤال قالت لك يا باشمهندس طيب ليه ما عملتش برنولي ما بين نقطه 1 هنا وما بين نقطه 2 هنا، هتفرق في ايه؟ بالظبط مش هتحط بس في دماغك اللوسز، ممكن تطبق برنولي صح جدا، يعني ممكن تطبق برنولي ما بين النقطه دي والنقطه دي، بس مفيش بقى ايه مفيش الهيد لوس، لان الهيد لوس دي بتاعت مين؟ الهيدروليك جامب بس. كده كده طبعا اكيد مش هتبقى معاك ال 40 بس، هيبقى انون وممكن تزود انون كمان وتعيش الدنيا يعني. انا بس حبيت بس احط في دماغ حته الهيد لوسز، ان الهيد لوسز مش معايا في الاعتبار. يلا بينا ركز بقى معايا. يلا 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 ركز بقى، تعالى مع بعض يا باشمهندس. بعد ما احنا عرضنا الهيدروليك جامب لوحدها وخدنا كنترول فوليوم للهيدروليك جامب، تعالى بقى نشوف الميه نتيجه حركتها تحت الجيت ايه اللي هيحصل. بص بقى، اول حاجه يا باشمهندس الميه قبل الجيت بتبقى موجوده على ووتر ليفل معين صح، بتبدا اول ما تقرب من الجيت، ودي برضه هتدخلها في شابتر 4، هتلاقي ان الميه بتاعتك طلعت بكيرف كده لحد ما خبطت في الجيت. المهم ان بعد ما خبطت في الجيت وانت فاتح الجيت فاتحه، ايه اللي هيحصل في الميه تحت الجيت؟ هتبدا تنزل. طب هل هتنزل بالدي بتاعت الجيت بفتحه الجيت كلها، ولا هتنزل بالفينا كونتراكتا بتاعتها؟ فاكر حوار الفينا كونتراكتا في الفلويد؟ قال لك هتنزل بالفينا كونتراكتا اللي هي السي سب سي في الايه؟ في الدي. اول ما هتنزل الفينا كونتراكتا هتلاقي ان الواي واحد قليله جدا جدا جدا، سوبر ايه؟ سوبر كريتيكال. هتبدا تتحرك عندك بسلوب، هتعرفه برضه في شابتر 4. بعد كده هتيجي عند نقطة معينة تعمل ايه؟ هيدروليك جامب. الهيدروليك جامب دي عندها واي واحد وعندها واي اتنين. الفكرة بقى كلها ايه الايكويشنز اللي هتبدأ تعملها في حالة الفلو اندر جيتس تحت الجيتس؟ قال لك والله يا باشمهندس انا ممكن اكتب لك الايكويشن بس تعال نعرف جت منين. والله يا باشمهندس تعال نطبق برنولي ما بين نقطة 1 ما بين نقطة 2. ما بين نقطة 1 يا باشمهندس الووتر ليفل بتاعها مسمينه الواي ولكن بتاعت الاب ستريم. ما بين نقطة 2 الووتر ليفل بتاعه اللي هو السي سب سي في الايه؟ في الدي. طب يلا طبق برنولي يا باشمهندس، قول لي اعمل ايه؟ ايوه واي اب ستريم ها زائد الفي سكوير على ال 2 جي، كل الكلام ده بيساوي نجلكت اللوسز، هنجلكت اللوسز يعني في اسامبشن ان احنا عاملين نجلكشن للوسز، بتساوي السي سب سي في الايه؟ في الدي زائد الفلوستي بتاعت السي سب سي في الدي سكوير على ال 2 جي. قال لك والله يا باشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم تانك كبير اريا كبيره فيلوستي بايه؟ بزيرو اهي نجلكت الفلوستي. وبناء عليها يا باشمهندس الفلوستي بتاعت الفينا كونتراكتا سيكشن هتساوي ايه؟ لوحدها قال لك والله الفلوستي بتاعت السي سب سي في الدي بتساوي الواي اب ستريم ناقص السي سب سي في الدي في 2 جي تحت الجذر، صح ولا مش صح؟ يعني الروت بتاع ال 2 جي في الواي بتاعت الاب ستريم ناقص السي سب سي في الايه؟ في الدي اهي. طب باشمهندس انت جبت الفلوستي، لو انا عاوز اجيب الفلوستي اكشوال دي ثيوريتيكال اضربها في ايه؟ ايه اوبن 6 فايل دي؟ صح والله انت صح، اللي هي السي في اللي هي كوفيشن اوف فيلوستي صح؟ قال لك والله يا باشمهندس لو انت عاوز بقى الفيلوستي عند الفينا كونتراكتا هتساوي السي في في الجذر بتاع مين؟ قال لك والله الجذر بتاع اللي فوق ال 2 جي في الواي بتاعت الاب ستريم ناقص السي سب سي في الدي. طب باشمهندس لو انا عاوز الاريا، الاريا اللي هي السي سب سي في الايه؟ في الدي عادي جدا. لو انا عاوز الكيو، الكيو الاريا في الفلوستي صح كده اللي هي السي سب سي في الدي في السي في في جذر ال 2 جي. يا احمد يا نبيل اصحى، يا احمد يا نبيل اصحى يا ابني، في الايه؟ في السي سب سي في الدي. قال لك تصحيت ماشي. قال لك ايه؟
قال لك الكيو بتاعتك دي يا باشمهندس ايه رايك نشيلها ونحط كيو في بي؟ في حاجه ناقصه. الاريا دي سي سب سي في الايه؟ في الدي في الايه؟ في البي. تبقى دي كمان في البي، البي هتروح مع البي، فبقت الكيو الكيو سمول بتساوي سي سب سي في السي سب في اللي هي سي سب دي، صح كده؟ بتساوي السي سب دي في الدي في الروت بتاع ال 2 جي في الواي الاب ستريم ناقص ناقص السي سب سي في الدي بروز. باشمهندس حقك تستخدم الايكويشن دي في حاله ايه؟ الفري جيتس. كلمه فري جيتس يا باشمهندس ان الميه بتاعتك نزلت بالفينا كونتراكتا طلعت بسلوب عملت هيدروليك جامب راحت للداون ستريم، دي اسمها فري جيت. تمام؟ حقك تستخدم مين؟ ان الكيو بتساوي سي سب دي في الدي في جذر 2 جي في الواي بتاعت الاب ستريم ناقص السي سب سي في الدي. الدي دي اللي هي الدبس اللي هي فتحه الاوبننج. اه تمام اهي دي الدي. دي فتحه الايه؟ الاوبننج جيت، فتحه الجيت بتاعتي. طيب يجي يسالك بقى سؤال. يقول لك يا باشمهندس هات لي الماكسيمم دي. ايه؟ الايه؟ الدبس بواحد؟ لا مش لازم. لجوه؟ لا لا لا. انا قسمت على البي راحت مع البي فبقت عندي كيو سمول بس. مش معنى كانها بواحد، معنى كان انا هجيب الديستشارج لواحد متر. فعلا. طيب يقول لك ايه؟ جيت الماكسيمم دي. هات لي اقصى دي، اقصى فتحه للجيت عندك. هتبقى ايه؟ عشان يحصل فري جيت عادي، يحصل هيدروليك جامب بعد الجيت. ايه اقصى فتحه للجيت؟ ايه؟ ان هو يمشي بنفس الواي؟ فكر شويه هتجيبها. لا هيحصل، هو عايز ماكسيمم دي عشان يحصل هيدروليك جامب. ايوه. ايه رايك يا باشمهندس لو جبنا الهيدروليك جامب دي بدات تمشي 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 وصلت لحد هنا. فبقت الهيدروليك جامب يا باشمهندس هتبدا هنا. يعني يعني يا باشمهندس الهيدروليك جامب بتاعتك هتبدا وانس من السي سب سي في الدي. دي اقصى دي هتحصل معايا، يعني من الاخر ان السي سب سي في الدي بتساوي الواي واحد. يعني دي بتساوي الواي واحد ناقص السي سب سي بروز. دي يا باشمهندس اقصى دبس هيحصل عندك عشان يحصل هيدروليك جامب، ان يبقى الكونجكت دبس الاولاني هو سي سب سي في الدي. ده اول كونجكت دبسز. في مشكله؟ يحصل هيدروليك جامب. تمام؟ اقصى حاجه. طب اكتر من كده يعني لو ده بقى اكتر من الواي واحد مش هيحصل هيدروليك جامب خلاص، وهتشوفها دلوقتي. تمام؟ طيب باشمهندس الحاله دي الحاله دي ايه الفورمولا بتاعتها؟ عرفنا الفورمولا بتاعت الايكويشن دي ودي بتاعت الماكسيمم. بس الفكره كلها بيقول لك ان انت بتستخدم الحاله دي او تتاكد ان الحاله بتاعتك فري جيت عن طريق الاتي. يعني لو جيت عملت اسامبشن ان دي فري جيت تعرف منين ان انت صح؟ تعرف من الاتي، ان الواي واحد اكبر من او تساوي السي سب سي في الدي، والواي واحد اقل من الواي كريتيكال. ايه هي الواي كريتيكال دي يا باشمهندس؟ ايه ايه الواي يا باشمهندس؟ الواي كريتيكال دي هنا، هتلاقيها هنا الواي كريتيكال، هنا دي الواي كريتيكال كده. دي الواي كريتيكال. تخليك عارف حاجة. ليه يا باشمهندس إن الواي واحد أقل من الواي كريتيكال؟ عشان يفضل سوبر، صح؟ إنما لو الواي واحد أكبر من الواي كريتيكال بقت إيه؟ بالظبط بقت سب كريتيكال فلو أساسا، صح كده؟ يعني الفورمولا بتاعت إن الواي واحد أكبر من سي سب سي في الدي وأقل من الواي كريتيكال. شكرا. يجي بقى يقول لك إيه؟ يسألك سؤال. يقول لك بص يا باشا أنا عندي جيت وانت جبت كل الدبسس المتاحه، هات لي الفورس بتاعت الجيت. واقول لك حاجه حليناها في شابتر 5 مثال رقم 8 في الشيت، وقلت لك يا باشمهندس السؤال ده هنتعرض ليه الترم اللي جاي. احنا اهو في الترم اللي جاي بيقول لك هات لي الفورس بتاع الجيت وحليناها. مش فاكر الشيت اللي انا حليته اصلا اللي هو امبارح، صح؟ صح مؤاخذه. طيب هو كان في جيت كل اللي انا قلت لك عليه كنت بقول لك خد لك قطعيه، صح؟ قطعيه كده، وبعد كده طبق هنا الفورسز عندك وطبق هنا الفورسز عندك يمين وشمال بتساوي الرو في الكيو في الفيلوسيتي. فاكر الكلام ده؟ طب ما انت عملت اوريدي الكلام ده ازاي؟
ما انا عملت يا باشمهندس اوريدي الكلام ده وبقى عندك سبيسيفيك فورس شمال وبقى عندك سبيسيفيك فورس يمين. دي واحد ودي اتنين. فهتقول والله زيها زي الار سي بلوك ان سبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اتنين زائد الفورس بتاعت ايه؟ الجيت. ومن هنا يا باشمهندس تجيب الفورس بتاع الجيت. اول سؤال هتساله في دماغك السبيسيفيك فورس واحد هتعوض بيها بانهي دبس؟ لا واحد واحد بالظبط اللي هو الواي بتاع الاب ستريم. يعني دي يا باشمهندس تخلي بالك ان دي هتعوض بالواي بتاع الاب ستريم. طب سبيسيفيك فورس اتنين الله ينور عليك سي سب سي في الايه؟ في الدي اللي هي هنا عشان اخدت كنترول فوليوم في الحته دي. في مشكله؟ اللي هو يا دوب بعد الجيت يا دوب ثانيه بعد الجيت خدتها هنا فاللي هي سي سب سي في الدي. حد فاهم حاجه؟ طيب بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك والله يا باشمهندس لو الجيت بتاعتك الاوبننج جيت بتاعك كبر شويه بقى اكبر من الدي ماكسيمم. قال لك يا باشمهندس ساعتها الميه بتاعتك هتبدا يحصل لها سبميرجد. يعني ايه؟ يعني الهيدروليك جامب اللي كانت هنا اللي هي كانت مايله كده هتبدا تتحرك كده وتتحرك كده فبقت ايه؟ بقى عباره عن لوب هنا بتحصل. اللوب دي هي اللي بتديسيبيت الانرجي الصغيره خالص. حد فاهم حاجه؟ ايه؟ اه تحت المايه بالظبط بقى شويه كده ايه؟ لوبس كده تحت المايه عبيطه كده خالص. فبقى عندك هنا من الاخر واي بتاعت الداون ستريم وبقى عندك هنا من الاخر واي ولكن بتاعت الاب ستريم. ولا عندك واي واحد ولا واي اتنين ولا سي سب سي في الدي ولا اي حاجه. فتروح يا باشمهندس في حاله السبمرج جيت وبيحبوا يجيبوها. تروح تطبق نفس الايكويشن دي. بس بدل سي سب سي في الدي تحط ايه؟ واي داون ستريم. صح كده مش صح؟ طيب اهو هكتبها يا باشمهندس. والله يا باشمهندس عندك الكيو بتساوي السي سب دي في الدي في جذر ال 2 جي في الواي بتاعت الاب ستريم ناقص الواي بتاعت مين؟ الداون ستريم. دي فيها مشكله؟ فش اي مشكله؟ طيب امتى يحصل السبميرجد؟ انت بتعمل اول اسامبشن ان انت عندك فري جيت وتبدا تتشيك الاسامبشن. لو انت غلط يبقى حصل ايه؟ سبميرجد. واول ما يحصل سبميرجد كل الارقام اللي انت جبتها دي ارميها في الزباله وابدا اشتغل على الارقام الجديده دي. يعني كيو اللي انت جبتها دي هتبقى غلط. صح مش صح؟ اشتغل على الكيو الجديده. ايه ده؟ اه لو هو قال لي ما قاليش نوع الجيت يعني ماليش سبميرجد او فري. طب يجي يسالك سؤال زي ما سالتك في الفري سالني في السبميرجد. الفورس بتاعت الجيت بتساوي ايه؟ رياكشن الجيت على الميه. والله يا باشمهندس انا استاذ وعارف انها سبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اتنين زائد اف جيت. سؤال سبيسيفيك فورس واحد لانهي واي؟ واي اب ستريم. حلو. سبيسيفيك فورس اتنين الله ينور عليك. بص بقى انت عارف ان السبيسيفيك فورس هي عباره عن هيدروستاتيك بريشر فورس اند مومنتوم فورس صح كده؟ يعني من الاخر جاما في اريا في اتش بار زائد جاما في الكيو سكوير على الجي في الاريا. اول واحده هتستخدم فيها واي داون ستريم، تاني واحده هتستخدم فيها سي سب سي في الدي. ليه؟ لا ليه ليه؟ ماشي من الاول. حاضر. الفكره كلها يا جماعه ان اللي اختلف عن السبمرج جيت عن الفري جيت ان بدل سي سب سي في الدي في الايكويشن حطيتها واي داون ستريم. تاني حاجه ان سبيسيفيك فورس واحد بيساوي سبيسيفيك فورس اتنين زائد الفورس بتاعت الجيت، دي سهله. وسبيسيفيك فورس واحد عند الواي بتاعت الاب ستريم سهله. بس سبيسيفيك فورس اتنين مكونه من تو فورسز هيدروستاتيك بريشر فورس نتيجه الواي بتاعت الداون ستريم اند مومنتوم فورس نتيجه السي سب سي في الدي. ليه بقى؟ عشان يعني انت بتتكلمي صح. قول لي المفروض لو البريشر باخد الواي كلها لكن لما الجزء الثاني الكيو
بص انت عندك حالتين، واحد ثابت وواحد متحرك. مين الثابت؟ والله يا باشمهندس الدبس الثابت هو الواي بتاع الداون ستريم. طب مين اللي بيتحرك؟ هل الواي بتاع الداون ستريم بتتحرك؟ اللي بيتحرك هو مين؟ السي سب سي في الدي، بتتحرك كده بتخبط كده، بتتحرك كده بتخبط كده. فالمومنتم فورس نتيجه الحركه بتاعتك هي مين؟ السي سب سي في الدي. انما البريشر هيدروستاتيك فورس نتيجه ان الفلو ساكن هو الواي بتاع الداون ستريم. انما في الحاله دي يا باشمهندس الموضوع كان مختلف. ليه؟ لان لما انت جيت خدت كنترول فوليوم كده ما كانش عندك تو دبسز، هو دبس واحد قدامك السي سب سي في الدي دوت الهيدروستاتيك بريشر فورس والمومنتم فورس، فعشان كده خدت السي سب سي في الدي في حاله السبيسيفيك فورس 2. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تقول لي كده الايفكت التاثير بتاع الاوبن جيت على الهيدروليك جامب لوكيشن. يعني ايه؟ يعني بيقول لك لو الدي، لو الدي بتاعت الجيت قلت، لو الدي قلت ايه اللي هيحصل في الهيدروليك جامب؟ هل هيبعد عن الجيت؟ هل هيقرب من الجيت؟ هتبقى ليه؟ هتبقى بالظبط باشمهندس كده كده الواي واحد ثابته صح؟ فالواي واحد هنا والدي قلت بقت كده، فهياخد وقته لحد ما يوصل لواي واحد وبعد كده يبقى كونجيج الدبسز ويحصل ايه؟ هيدروليك جامب. فالهيدروليك جامب هتبعد لمين؟ للداون ستريم. قال لك والله الهيدروليك جامب هتجو للداون ستريم، يعني هتبعد. دي فيها مشكله؟ طيب السؤال الثاني بيقول لك والله ما تقول لي الايفكت بتاع الداون ستريم ووتر ديبس على الهيدروليك جامب لوكيشن. يعني لو الواي 2 زادت، لو الواي 2 زادت ايه اللي هيحصل في الهيدروليك جامب؟ هتقرب ولا هتبعد؟ مش هيحصل لها حاجه. ليه؟ ايه؟ تاني لو الواي 2 بتاعتي دي في الهيدروليك جامب زادت، الهيدروليك جامب هتبعد عن الجيت ولا هتقرب للجيت؟ طب ما حلو، اللي يحكمني هو الواي 1، الواي 1 بقى هتزيد ولا هتقل؟ شاطره شاطره والله جدا، الله اكبر عليك. هاتي اسمك يا بنتي، اسمك على طول. ايه محمد بونس يا جماعه، ركز بقى معايا. قالت لك ايه؟ قالت لك بص يا باشا اللي بيحكمني نتيجه الواي 1 والواي 2 هو مين؟ السبيسيفيك فورس دايجرام. انا عندي سبيسيفيك فورس دايجرام اهو، ركز بقى معايا في الحته دي. والله يا باشمهندس في اول حاله انت عندك سبيسيفيك فورس واحد عندها تو كونجيج ديبسز، الصغير ده بيسمى واي 1 ولا واي 2؟ الصغير. لا الصغير ماشي. طب الكبير واي 2. طيب لو الواي 2 زادت بقت هنا، الواي 1 هيحصل فيها ايه؟ هتقل. يعني الواي 2 زادت، الواي 1 قلت، ايه اللي هيحصل في الهيدروليك جامب؟ هتتشد نتيجه مين؟ الجيت. حد فاهم حاجه؟ في مشكله؟ يبقى فهمنا حته الرسمه دي مهمه قوي. ان السبيسيفيك فورس هنا دي الواي 2 زادت، انزل عند نفس السبيسيفيك فورس لانهم تو كونجكت ديبسز، الواي 1 قلت. يلا ركز بقى معايا. خلاص اهو بنفنش اهو، ركز بقى. في مثال رقم 9 تعال بقى نطبق شويه على الفلو اندر جيت تحت الجيت. بيقول لك يا باشمهندس دلوقتي انت عندك الفلو بتاعك قبل الجيت كان 4 متر، نزل عندك وفتحه الجيت كانت ب 0.6، نزل الفلو بتاعك وعمل هيدروليك جامب وصل لحد الواي بتاعت الداون ستريم 1.5 متر، وعندك السي سب دي ب 0.6، السي سب سي ب 0.65، هات لي الكيو. اعمل ايه؟ ايوه اعوض. اعوض في انهي قانون؟ فري جيت ولا سب ميرج جيت؟ هاسيوم الاول فري ونبدا نشوف، صح كده؟ يعني هقول والله يا باشمهندس ان الكيو بتاعتك بتساوي السي سب دي في الدي في الروت ال 2 جي في الواي بتاعت الاب ستريم بكام؟ 4 ناقص مين بقى؟ 1.5؟ سي سب سي في الايه؟ في الدي، يعني ناقص 0.6 اللي هي الدي في السي سب سي في 0.65. وتبدا من هنا يا باشمهندس تجيب الايه؟ اجيب الكيو. طبعا هتعوض عن دي ب 0.65
6 واتعوض عن دي بكام؟ 0.6. هات لي الكيو يا باشمهندس، لما تيجي تجيب الكيو هتطلع ب 3.03 متر كيوب بير سكند. اعرف منين بقى انها صح؟ ايوه اجيب الايه؟ الواي واحد صح؟ الفكره كلها في الواي واحد يا باشمهندس. طب اجيب الواي واحد ازاي؟ اجيب الواي اللي هنا يا جماعه ازاي؟ وانا معايا سبحان الله الواي اللي هنا ومعايا الكيو برنولي ايه؟ يا ابني في ايكويشن يا ابني مديها لكم، كان بتقول لك ان الواي واحد بتساوي الواي اتنين على الاتنين في سالب واحد زائد جذر واحد زائد 8 كيو سكوير على الجي في الواي 2 اس 3. ايه؟ كل ده شغال ما دام ريكتانجلر تمام؟ وهو قال لك ايه؟ عندك الريكتانجلر جيت. طيب باشمهندس هتجيب الايه؟ الواي واحد وانت معاك الواي 2 ومعاك الكيو، هتلاقي ان الواي واحد بتساوي 0.595 متر. يبقى انت صح ولا غلط؟ اقارنها بمين؟ بالواي كريتيك. وقارنها بمين؟ بال بال بالسي سب سي في الايه؟ في الدي. هقارن سي سب سي في الدي في الواي واحد، هتلاقي ان الواي واحد اكبر من السي سب سي في الايه؟ في الدي. شكرا. ما خلاص هي لو اكبر منها خلاص انا تمام. تمام؟ ولازم برضه اجيب الواي كريتيكال. طب اجيب الواي كريتيكال ازاي؟ الله ينور عليك، يبقى نفس الايكويشن شغاله تمام. طيب بيقول لك لو الداون ستريم ديبس، لو الديبس بتاع الداون ستريم بدل 1.5 بقى 2.5 متر، وات ويل هابن؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ إيه؟ ما هو قال كده ما اعرفش والله. هو قال وات ويل هابن؟ ايه اللي هيحصل؟ لو الواي لو الواي بتاعت الداون ستريم بقت ب 2.5 بدل 1.5 بس خلاص كده هتبقى سبمرجن مش فري. بس لازم تقول له الكلام ده، يعني ما تقولوش بقى سبمرجن مش فري، لا قول له والله ان السي سب سي في الدي بتساوي 0.6 في 0.6 صح؟ وانت معاك الواي 2 ب 2.5، تروح تجيب الواي 1 عن طريق القانون بتاعك اللي هو 2.5 على 2 في سالب 1 زائد كل الكلام ده، صح ولا مش صح؟ اهي في الواي اس 3 هتلاقي ان الواي واحد يا باشمهندس طلعت بكام؟ ب 0.27، يعني اقل من السي سب سي في الدي. فمعنى كده يا باشمهندس ان انا عندي ايه؟ سبمرجد مش فري جيت، سبمرجد جيت. فهتقول له والله ال هيبقى سبمرجد جيت بس لان ده اقل من ده، فهتلاقي عندك وات ويل هابن سبمرجد جيت. حد فاهم حاجه؟ السؤال عبيط خالص. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك دلوقتي جيت، والجيت دي برضه حصل هيدروليك جامب، وعندك الواي بتاعت الداون ستريم باتنين الواي الاخيره، ومش مديك اي حاجه بقى، مديك مين؟ السي سب سي في 0.65 والكيوب 3.5. وبيقول لك هات لي الماكسيمم اوبننج جيت، الماكسيمم دي بكام؟ الله ينور عليكي. اجيب الواي واحد يا باشمهندس، ادي اهي الواي واحد، خلاص بقى ما انت عندك القوانين، بتساوي الواي 2 على الاثنين في سالب واحد زائد جذر واحد زائد 8 في الكيو سكوير على الجي في الواي 2 اس 3، وتبدا تعوض الواي 2 اهي ب 2، الكيو بتاعتك ب 3.5، وهنا دي بكام؟ ب 2. لما تيجي تجيب الواي واحد يا باشمهندس هتلاقيها بتساوي بنص. وبعدين اعمل ايه؟ جبت الواي واحد بنص بس كده، السي سب سي في الدي بتساوي الواي واحد، يعني الدي بتساوي نص على 0.65، يعني هتساوي 0.77 متر. دي الدي ماكسيمم تمام. بعديها عاوز الواي بتاعت الاب ستريم، عاوز الواي دي في القانون ده، ما انا معايا الكيو ومعايا السي سب سي في الدي، ناقص لي الاتش بس اللي هي الواي بتاعت الاب ستريم. يعني هقول له والله ان الكيو بتساوي السي سب دي في الدي في روت ال 2 جي في الواي بتاعت الاب ستريم ناقص السي سب سي في الدي، وتبدا تعوض.
السي دي بكام بقى؟ هي مش مديك يا جماعه السي دي، مديك السي سي ب 0.65. لو جت في الامتحان ومش مديك السي دي ومديك السي سي بس، قول له هاسيوم ان السي في بواحد. هاسيوم ان السي في بكام؟ بواحد. يبقى السي دي بكام؟ ب 0.65. في الدي بتاعتك اللي هي الدي ماكس اللي انا لسه جايبها 0.77. الواي بتاعت الاب ستريم محتاجها هنا 0.65، هنا 0.77. من هنا يا باشا، ودي طبعا تعوض بيها ب 3.5. من هنا يا باشا تجيب الواي بتاعت الاب ستريم هتساوي عندك تقريبا ب 3 متر. هو لازم الاسامشن ده يطلع صح؟ ليه؟ لازم الاسامشن ده يبقى صح عشان مش مديني حاجه ثانيه. اه طبعا لازم يبقى صح، لان كمان بيقول لك هات لي دي ماكسيمم بتاعتك، فهو اوريدي فري 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 جيت عشان نوصل لدي ماكسيمم اساسا. طيب طيب بعد كده بيقول لك هات لي الفورس بتاعت الجيت. معلش يا جماعه والنبي زق بنزين فاهم اخر شويه. ها سبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس 2 زائد الفورس بتاعت الجيت. طيب سبيسيفيك فورس واحد يا باشمهندس جاما في الاريا في الاتش بار زائد جاما في الكيو سكوير على الجي في الاريا بتساوي نفس الكلام جاما في الاريا في الاتش بار زائد جاما في الكيو سكوير على الجي في الاريا زائد الاف جي. ايه؟ ما هو هو اللي عاوز 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 لا ليه عمل حاجه ليه؟ عايز الفورس بتاعت الجيت. ايه المشكله؟ لا لا مين قال كده؟ مين قال ان فري جيت فمفيش اف جي؟ لا انا شرحت ان في اف جي عادي في الفري جيت، وشرحت ان في اف جي في السبمرجد. ما دام في جيت موجوده فهي حاجزه ميه يبقى في رياكشن عليها. طيب باشمهندس السؤال بس، الاريا هنا يا حسن هحطها بواي اب ستريم ولا واي داون ستريم ولا واي واحد ولا سي سب سي في الدي؟ قول لي يا حسن. حسن مش انت الوحيد اللي صايم يا حسن؟ والله انا صايمه كمان بس فصلت. انا عارف والله ان انتوا تعبانين يا جماعه، انا مقدر ده جدا والله. طيب الاريا بتاعتك دي يا باشمهندس اللي هي الواي بتاعت الاب ستريم، والاتش بار برده نفس الكلام الواي بتاعت الاب ستريم، وهنا برده نفس الكلام الواي بتاعت الاب ستريم. طب هنا بقى في حاله الفري جيت يا باشمهندس بتاخد كنترول فوليوم كده صح؟ يعني هنا سي سب ايه؟ سي سب سي في الايه؟ في الدي. وهنا نفس الكلام سي سب سي في الدي، تقدر تجيب الايه؟ الفورس بتاعت الجيت. لما تيجي تجيب الفورس بتاعت الجيت هتطلع، هو تخلي بالك من حاجه، ايه هي؟ ليه؟ ما ده فري مش سبمرجد. تمام؟ طيب الفورس بتاعت الجيت دي يا باشمهندس هو عاوز فورس بتاعت جيت على بي، يعني باليونت ويتس، لان انت ما معكش البي. ها؟ البي العرض. تمام؟ فانا كل الحاجات دي الاريا بتاعتك يعني هتقسم كل الكلام ده على بي يعني فاهم؟ فهتجيب دي هتطلع ب 2.29 طن بير متر رمل. في مشكلة؟ طيب بيقول لك بقى ايه؟ كمل السؤال بس معلش. بيقول لك لو الدي 2 اللي هي كانت ب 0.77 ماكسيمم، لو قلت بقت 0.4، هات لي الواي بتاعت الاب ستريم الجديدة. ونفس الفلو ماشي. يعني كل اللي هو عمله قفل الجيت، قفل شويه من الجيت، بدل ما كان فاتحها 0.77 بقت 0.4، فمحتاج يعرف الواي بتاعت الاب ستريم علشان ما تعديش من الجيت من فوق، او علشان الجيت ممكن ما يقدرش يشيلها، ما هو في رياكشن للجيت صح مش صح؟ فبيقول لك هات لي الواي بتاعت الاب ستريم بتاعتك. اجيبها ازاي؟ نفس الايكويشن دي هي 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 هي، بس بدل الدي دي ب 0.77 بقت 0.4 بس. يعني والله السي سب دي في الدي في جذر. معلش يا جماعه انا بكتب القوانين كتير عشان تحفظها، وانا احفظها عادي اهي، ناقص السي سب سي في الايه؟ في الدي. عندك الدي بس اللي هتحطها هنا 0.4 0.65 0.65 0.4. هسألك سؤال يا جدع بالله عليك، هنا دي طبعا ب 3.5، الواي بتاعت الاب ستريم هنا انت جبتها ب 3، هتبقى اكبر من 3 ولا اقل من 3؟ منطقي. قفلت شويه ما هتطلع صح كده؟ طب هتطلع بكام؟ ب 9.5 متر. شايف الانبهار؟ شايف الفرق البسيط ده؟ طلعتها ب 9.5 بدل 3. تمام؟
لا عادي كلنا اغبياء. هو الاف جي بتاع الاكشن بتاع الجيت على الميه. الميه ايوه الميه اللي قبل الجيت. اللي قبل الجيت واللي بعد الجيت. الاكشن ده بيرجع نتيجة الميه برضه قبل الجيت. وبعد الجيت. الاثنين. لان في شويه ميه هنا بيتحركوا فعاملين مومنتوم فورس. بس. طيب. بيقول لك بقى ايه؟ لو الدي 3 بدل ب 0.77 بقت متر. الدي 3 بقت اكبر من الدي ماكسيمم، يبقى ساعتها هيتحول لايه؟ سبميرج. بس فاقول لك والله ساعتها هيتحول لسبميرج. بس كده. صور يا عم. يلا بينا، يلا حاجات سريعة خالص، حاجات سريعة خالص. حاجات سريعة وعبيطة خالص، ركز معايا. ام سي كيو السؤال رقم 3. أنت هتقول لي بقى اتكلم معايا بالله عليك. مش عايز كلام خلاص. الواي 1 بمتر. الواي 2 ب 2 متر. ريكتانجلر كروس سيكشن. هات الهيد لوسز. يلا عوض في القانون اهو، الواي 1 ناقص الواي 2 اس 3 في 4 واي 1 واي 2. هل في أي مجهول؟ شكرا. مديك الواي 1 في ريكتانجلر كروس سيكشن ب 0.2. الفراود نمبر 1 ب 1.25، هات لي الواي 2. الله ينور عليك. يبقى الواي 2 بتساوي الواي 1 على 2 في سالب 1 زائد جذر 1 زائد 8 الفراود نمبر 1 سكوير. معاك الواي 1؟ معاك الفراود نمبر 1؟ تقدر تجيب الواي 2. في مشكلة؟ الحاجات دي كلها كده حلال في الورق، تمام؟ طيب السؤال الأول في الـ MCQ بيقول لك الفراود نمبر 2 بنص. ريكتانجلر كروس سيكشن، هات لي الفراود نمبر 1. والله بس ما عادش حاجة تانية. مديك فراود نمبر 2 بنص، هات لي فراود نمبر 1 في ريكتانجولار كروس سكشن. ايه؟ هنشتغل على عقد المرجع العكسي. الله انت صحيت، الله اكبر عليك. قال لك والله بص ما تيجي نشتغل عادي ازاي؟ يعني الواي 1 بتساوي الواي 2 على 2 في سالب 1 زائد جذر 1 زائد 8 فراود نمبر 2 سكوير، صح كده؟ من هنا يا باشمهندس معاك فراود نمبر 2 بس ما معاكش واي 1 ولا معاك واي 2، تقدر تجيب ايكويشن ما بين واي 1 والواي 2؟ هتطلع الايكويشن بتقول عشان نعوض بيها ان الواي 1 بتساوي 0.366 واي 2. اعمل نفس الكلام تاني بس بدل 1 تبقى 2، فبقت الواي 2 بتساوي الواي 1 على 2 في سالب 1 زائد جذر 1 زائد 8 الفراود نمبر 1 سكوير. تعرف يا باشمهندس تعوض بيها؟ هعرف اعوض. ازاي؟ هتعين الواي 1 دي وتحط 0.366 واي 2، فالواي 2 تروح مع الواي 2، يبقى فراود نمبر ايه؟ 1 اهي ب 2.26. حد فهم الفكره دي؟ شايف اليمين في الشمال؟ خلصت. طيب صح وغلط، طيب صح وغلط بسرعه جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو قللنا، اكتبها لك، لو قللنا الجيت اوبننج يعني الدي قلت ويل تشينج ذا هيدروليك جامب لوكيشن تو بي كلوزر تو ذا جيت، هل هيغير الهيدروليك جامب يخليها قريبه من الجيت؟ لا هتبقى ابعد. ليه؟ لانها خدت وقت اكبر. شكرا، انا كده كده شرحتها دي. فيها مشكله؟ اللي بعديها بيقول لك انكريزنج الجيت اوبننج لو الدي زادت، هل ده ممكن يسبب سبمرجد جيت؟ شكرا. اهي سهوله يا باشا، ما دام انت فهمان هتبقى سهله باذن الله. طيب بيقول لك لو انا حطيت لارج بولدرز، يعني ايه بولدرز؟ زي الار سي بلوكس، تمام؟ اترمت في التشانل داون ستريم ذا جامب. حلو، يعني انا حطيت ار، حطيت شويه بلوكات اهي اهي واي 1 واي 2، هل ده هيخلي الهيدروليك جامب يموف للجيت يعني يقرب من الجيت؟ السؤال ده فكر فيه، هيبعد ولا هيقرب؟ الواي 2 هتقل؟ ماشي. والواي 1؟ مين قال كده؟ هتقل. والواي 2؟ الواي 2 هتقل برضه. الواي 2 كده هتقل.
ماشي. والواي واحد انا عندي يا جماعه رسمه مش هقدر اتحرك غير بالرسمه. ادي رسمه بيفور وادي رسمه افتر. ايه رايك؟ ركز بقى معايا بالله عليك. انا عندك هنا سبيسيفيك فورس، عندك هنا واي. في الاول خالص من غير اي بلوكس كان عندك ان سبيسيفيك فورس واحد، طلعت هنا واي واحد وطلعت هنا واي ايه؟ واي اتنين. ودي سبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اتنين، صح؟ دي قبل ما احط بلوكات. طيب لما تيجي تحط بلوكات ايه اللي هيحصل؟ والله يا باشمهندس لما تيجي تحط بلوكات السبيسيفيك فورس واحد هتتغير؟ حلو، يعني سبيسيفيك فورس واحد دي سبيسيفيك فورس واحد صح؟ وسبيسيفيك فورس اتنين هتزيد ولا هتقل؟ هتبقى هنا سبيسيفيك فورس اتنين، والفرق ده هو مين؟ الار. سبيسيفيك فورس اتنين لما يجي يطلع كده هيخلي الواي واحد يحصل فيها ايه؟ ويطلع كده هو الواي واحد بتتجاب من سبيسيفيك فورس اتنين؟ هي الواي واحد بتتجاب من سبيسيفيك فورس اتنين؟ لا، الواي واحد ثابته لانها متجابه من كمين؟ سبيسيفيك فورس واحد اللي هي ثابت، بس مين اللي اتغير؟ الواي اتنين. الواي اتنين حصل فيه ايه؟ قل. يبقى الهيدروليك جامب هيحصل فيه ايه؟ لو الواي واحد ثابت اهي والواي اتنين قلت يا جماعه، يبقى هت اللي مش هتستريتش هتكمبريس كده صح؟ فهتقرب ولا مش هتقرب؟ شكرا. حد فهم الواي واحد والواي اتنين والواي واحد مع سبيسيفيك فورس واحد مش مع سبيسيفيك فورس اتنين؟ ما فهمتهاش، عادي يا باشا مش عيب. انت عندك اول حاله سبيسيفيك فورس واحد بتساوي اتنين، فدي طلعت واي واحد وطلعت واي اتنين. الواي واحد عن سبيسيفيك فورس واحد، الواي اتنين عن سبيسيفيك فورس اتنين صح؟ حلو. الناحيه الثانيه عند سبيسيفيك فورس واحد، مش عند سبيسيفيك فورس واحد، عندها واي واحد؟ يعني واي واحد ثابته ولا مش ثابته؟ حلو، ادي الواي واحد ثابته اهي، الواي واحد ثابته. طيب عند سبيسيفيك فورس اتنين اللي هي اقل، الواي اتنين حصل فيها ايه؟ قلت صح؟ لان الواي اتنين هي عباره عن سب كريتيكال يعني فوق، قلت. فالواي اتنين سبيسيفيك فورس واحد هي اللي عندها الواي واحد، الاثنين عند الاثنين منطقي. فلما دي تقل ودي تفضل ثابته هيحصل لها كومبريس، هتقرب من الجيت. حد فهم اي حاجه يا جماعه؟ طيب اهي انا كده الحمد لله، اهي اهي الحمد لله. ركز بقى معايا، ينفع كده نعيد شويه الحاجات اللي انا قلتها؟ ما ينفعش صح؟ طيب السبيسيفيك فورس كان عباره، خلاص عشان اقفل الشابتر، كان عباره عن تو فورس، هيدروستاتيك بريشر فورس اند مومنتوم فورس. معلش اتكلم معايا، كانت جاما في اريا في اتش بار زائد جاما في الكيو سكوير على جي في الاريا. خلصنا سبيسيفيك فورس، دخلنا بعد كده في ايه؟ في الهيدروليك جامب. الهيدروليك جامب يا باشمهندس كان عندي جنرال ايكويشنز كانت بتقول لي ان سبيسيفيك فورس واحد بتساوي سبيسيفيك فورس اثنين، طيب وسبيسيفيك انرجي واحد بتساوي سبيسيفيك انرجي اثنين زائد هيد لوسز. طيب باشمهندس بعد كده دخلنا في شويه ايكويشنز ليها علاقه بالريكتانجولر والفيري وايد كروس سكشن، عرفناها مش مهم تحفظها لانها جيفن في الامتحان، تمام. بعد كده دخلنا في الفلو اندر جيت، عندي كام نوع من انواع الجيتس؟ اثنين، واحد اللي هو الفري جيت والثاني سبمرج. اللي بيفرق كله ان انا عندي القانون الاولاني الواي مع الاب ستريم مع مين؟ السي سب سي في الدي. انما الناحيه الثانيه الواي بتاعت الاب ستريم مع مين؟ الواي بتاعت داون ستريم. طب لو انت كنت عاوز هنا الفورس بتاعت الجيت اللي هي في الفري جيت كنت بتطبق ايه؟ سبيسيفيك فورس واحد بيساوي سبيسيفيك فورس اثنين زائد الفورس بتاعت الجيت، صح؟ صح ولا مش صح؟ حلو. عند سبيسيفيك فورس واحد كان عندها واي ايه؟ اب ستريم. واثنين سي سب سي في، انا عارف ان التخيل بالنسبه لك بايظ مش عارف انا بشاور على ايه. طب الناحيه الثانيه في السبميرج كان عندك واي بتاعت الاب ستريم مع لا كان عندك السبيسيفيك فورس اثنين، كان عندك بتشد الحاجتين، واحده واي داون ستريم وواحده سي سب سي في الدي. وعرفنا مع بعض لو فتحنا الفتحه قللنا الفتحه قللنا الواي زودنا الواي الدنيا معايا ماشيه ازاي؟ تصور.